تسجيلات حرز الله هي الأفضل. متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. بدو غني لكم شوية هيك، غسان عمران تفضل. من الكف لغسان عمران يا شباب، بدي يعطيكم هيك اشي مسرح اليوم. كربونا هنا يا شباب. شباب انا شباب المعابر والله العظيم بحبهم، هاي حلفة في الله. اماني تعالوا تعالوا معنا هنا على المسرح وجيبونا العريس. وين عريسنا وحبيبنا؟ وينك يا خليل؟ وينو خليل؟ يا خليل وين خليل يا ابو خليل؟ وين راح غرفة النوم؟ وينو؟ يلا يلا يا شباب، اماني على المسرح معنا. اماني يا شباب، نحلفكم اماني. اماني الاماني والاماني غالي. يلا يا شباب اماني. ها المعبر، المعابر، حبايبنا، احلى شوفيريه في الضفه الغربيه، الملوك، الامراء، الزعماء، اماني معنا. يلا يلا ها يلا روح يا ابو على المسرح روح. يا وردتين في طابة، يا وردتين في الكاس، يا وردتين في الجناين، يا وردتين عالراس. ربي يحميكم جميعا من عيون الناس. الصبر حلو جميل، الصبر حلو جميل، وانا قلت لك يا سيدي طيب خليك معايا اصيل، خليك معايا اصيل، ما تنعنيش وانا طيب. واذا كنت عاوز تبيع ما تبيعني وانا فرحت بيا العدا، فرحت بيا العدا، فرحت بيا العدا، وتشمتوا الحاسدين. كان ذنبي ايه معاك؟ كان ذنبي ايه معاك؟ كان ذنبي ايه معاك؟ كان ذنبي ايه تجرحني وانا طايب؟ يلا حبايب العريس وصلنا على المسرح.
بدهمش الحد، الدنيا ما بدهمش الحد. على الشباب الكبر الشحاتيت الكرام. ألف مبروك يا عمنا الغالي أبو خليل والآل الشحاتيت، كانت مهرجان أهل الجود والكرم، دائما نتشرف فيهم ونعتبر حالنا إحنا من هاي العيل الكريمة. عقبال